انطلق الشوط بحفظ الله ورعايته، ونتابع وإياكم هذه الاندفاعات وهذه الأشواط الرئيسية وهذا الشوط الحساس. الشوط الحساس وفيه حبس الأنفاس، وأيضا نعود إلى المقدمة ونعود إلى الصدارة ونعود إلى صاحبة الإنجازات، صاحبة التحديات، صاحبة السيارات، صاحبة العصافير بطانها، وداها جميل بنت الخروف. هذا الاسم الذي سطر من ذهب، سطر بالإنجازات، ولمالكها محمد بن كردي بن طالب المنخس المري المركز الثاني. والتحديات مع هذا الشعار وهذه البكرة الخطيرة اللي على المركز الثاني، الشاهينية لوليد بن محمد بن إبراهيم السيد المركز الثالث، هناك حماس سعيد بن محمد السومالي المركز الرابع، القدوم مع الشاهينية عبد الله بن خالد الحميدي المركز الخامس، شعار حمد بن علي القريصي مع شوشرة. نعود إلى بنت الخروف، يا مرحبا بنت الخروف، يا مرحبا بالسبوق وين ما تكون. الله يا السبوق، الله يا السبوق اللي على الصدارة على المقدمة وعلى مقدمة هذا الشوط. الله يا المنخس محمد بن كردي المنخس. والشوط الأول، الشوط الرئيسي، شعار الإنجازات، ها هي راعية السيارات وراعية الفوز وراعية التيمات وراعية الإنجازات القوية. سلام يا المنخس، سلام سلام وتحية واحترام. المركز الثاني حماس لسعيد بن محمد السومالي، المركز الثالث والقدوم مع ثالث المراكز، هناك اللي واصلة اللي على ثالث المراكز، هناك اللي هي ايضا الذيبة لأحمد بن علي بن راشد السبيعي على المركز الثاني، وهي الخطيرة المرشحة. ولكن يا سلام يا بنت الخروف، بدون اي تعليمات، بدون اي تعليمات، واثق الخطوة يمشي ملكا. يا سلام يا المنخس، سلام وتحية واحترام على هذا الفوز وهذا التحدي. سلام سلام للمنخس على هذا الفوز. والشوط الرئيسي مع بنت الخروف صاحبة الانجازات، وفي رصيد ايضا من السيارات تهانينا للمنخس. والتوقيت يتحطم وللمعلومية عصاها مثبتة في ابطانا، تهانينا للمنخس. دقيقتين ثمان ثواني 92 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للمنخس على هذا الفوز